بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنبدأ بفصل جديد، هو الفصل الثامن. تعرفوا الفصل السابق كان عن الألكوهولز، يعني R و H. الآن بنمشي خطوة للأمام للإيثرز، بنصير R و R، يعني الاختلاف إنه بدلنا H بR. بدل ما كان عندي في الألكوهولز R O H، في الإيثرز بصير عندي R O R. طبعا هذا التبديل الحقيقة بيقلب كل إشي، يعني بدناش نقول إنه تبديل بسيط، لا، الخواص والتحضير كل إشي بيختلف تماما نتيجة هذا التبديل. فالخلاصة الإيثرز الصيغة العامة لهم إيش؟ R O R. لاحظوا أول خاصية بتيجي على بالنا البولاريتي. لما نيجي نقارنهم بالالكوهولز مثلا، R O H ولا R O R؟ R O H is more polar than ethers. ليش؟ لأنه هناك في عندي هيدروجين بوندينج، فالإيثرز البولاريتي تبعتهم أقل من الالكوهولز. بشكل عام السوليوبيليتي برضو ببطلوا يدوبوا في المية. ليش؟ لأنه أساسا ذائبية الألكوهولز في المية كانت معتمدة على إيش؟ على الهيدروجين بوندينج، واضح؟ وعلى كبر الألكيل جروب. الآن يعني ابتداء من الدايإيثيل إيثر، الدايإيثيل إيثر بدوبش في المية وبيعملوا إكستراكشن، بيعملوا إكستراكشن للأورجانيك كومباوندز باستعماله، واضح؟ يعني إذا قلنا الدايميثيل إيثر اللي هو أصغر إيثر هذا غاز. لما نبدأ في الليكويدز، أول ليكويد في الإيثرز الدايميثيل إيثر، الدايميثيل إيثر بدوبش في المية، واضح؟ طبعا وباقي الإيثرز بالتأكيد ما بدوبش في المية. الميلتينج بوينتس والبويلينج بوينتس تبعونهم أقل كتير من الألكوهولز، لأنهم بالألكوهولز كانوا مرفوعين بالهيدروجين بوندينج. يعني الدايإيثيل إيثر مثلا البويلينج بوينت له 36 37، بينما خذوا الإيثانول كان 81. لاحظوا، مع العلم انه الإيثانول لسه في الوزن قد نص الدايإيثيل إيثر، يعني هناك عندي إيثيل أو إيثيل، الإيثانول إيثيل أو اتش. إذا مين أصغر كتير في الوزن؟ الإيثانول. لكن في البويلينج بوينت أعلى كتير. شو السبب؟ الهيدروجين بوندينج. إذا لاحظوا عمال معظم الخواص اللي قاعدة بتختلف نتيجة اختلاف هذه الآر، بدل ما كانت آر صارت اتش، واضح؟ كمان الألكوهولز كانوا بالتفاعلات لهم عدد كبير من التفاعلات، مزبوط ولا لا؟ أخذتوا تفاعلات substitution وتفاعلات elimination وتفاعلات على حذف الـ H مثلا مع الصوديوم as acids. الإيثرز they are generally chemically inert، يعني خاملين كيميائيا، ولذلك كثير من الإيثرز تستعمل كسولفنت، تستعمل كسولفنت. من المميزات اللي لازم يتمتع فيها السولفنت انه يكون ايش؟ يكون محايد، ما يتفعلش. يعني انا بدي اياه وسط، وسط لاجراء التفاعل، بنفعش هو يدخل ايش؟ يتفاعل، واضح؟ بنفعش يدخل ويتفاعل السولفنت، لازم يكون فقط وسط لاجراء التفاعل، يكون محايد، لا اميل مع هذه الماده ولا مع هذه الماده. يعني انا بدي ادوب مادتين فيه، يسيب المادتين يتفاعلوا لحالهم، مش هو يروح يتفاعل معهم، واضح؟ وهذا الكلام يعني له انعكاس حقيقه في حتى في الواقع الانساني. لما نيجي نقول انه بدنا شخص يكون واسطه يحل مشكله بين اثنين، المفروض ما يكونش مرتبط لا مع هذا ولا مع هذا، اقل تقدير ارتباط ميل، يعني ممكن يكون مرتبط بصداقة بعائلة، لكن لما يجي حكم أو وسط مش لازم يميل هان ولا هان. إيش مشكلة القضية الفلسطينية كلها؟ إنه الحكام عوج. مين الحكام؟
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وروسيا اللي أسسوا إسرائيل، في الآخر بيجوا بدهم يشرفوا على مفاوضات بالفلسطينية واليهود، هل هم محايدين؟ عشان هيك كل المسار تبعهم، اللي مش مصدق انه فاشل يقول انه مش فاشل، ما انتم شايفين يعني ما فيش براوح مكانه، يعني فيش مفكر الا بيقول قاعدين بتراوحوا مكانكم، وبالعكس تلتهم الارض وغيرها وغيرها، لانه السولفنت مش انارت، لازم السولفنت يكون انارت، ما يتدخلش في التفاعل، اما نحط امريكا سولفنت بنفع؟ بشكل عام الايثرز فيهم مشكلة انه they are flammable، بمعنى سريعي الاشتعال وقابلين للاشتعال، عشان هيك اللي بتعامل مع الايثرز بالذات اللو بويلينج بوينت ايثرز اللي هي منخفضة درجة الغليان، فبتطلع ابخرتها وين ما في نار في المختبر ممكن تمسك وتولع، واضح؟ ولذلك يجب ان يكون عندكم حذر. يعني انا ما زلت باذكر انه اثنين زملاء لنا في المختبر، واحد مولع نار وبيشتغل شغله والثاني على بعد مترين منه بيشتغل بالايثر، فجاه اللي مولع النار لقى حاله نفسه مولع من الابخره تبعت الايثر اللي اجت من الشخص المقابل. فاذا تعاملتوا في المختبر مع الايثر بدكم تتعاملوا بحذر، مش تكونوا حاطين مرتبان ايثر مفتوح وعلى بعد 20 30 40 سنتيمتر نص متر حاطين لبنزين بيرنر، اكيد حيعمل حريقه واكيد حيعمل مصيبه، واضح؟ فالتعامل مع الايثرز بده حذر، لانه all are very flammable، قابلين للاشتعال وبلقطوا النار بسرعه. الان اذا بدنا نحكي عن تسميه الايثرز، في عندنا كومون نيم وفي عندنا ايوبك نيمز. الكومون نيم اني اجيب الايثر له جناحين، مظبوط ولا لا؟ له مجموعتين، اني اجيب الاسماء للالكيل جروبس واذكرها، يعني لو مثلا عندي هنا مثل ومثل، ايثر مثل ومثل، شو بدي اسميه؟ داي مثل ايثر، لو كانت ايثل او ايثل، داي إيثل إيثر. مرات حتى بيستغنوا عن الداي، يعني بتلاقيهم كاتبين مثل إيثر، إذا قريتوا مثل إيثر هو الداي مثل إيثر، أو بتلاقيهم كاتبين إيثل إيثر، يعني لو قلت لكم أرسموا الإيثل إيثر بدكم تحطوا لي إيثل أو إيثل، بس اختصارا وخلص، يعني تقليديا صاروا يقولوا إيش بدون إيش، بدون كلمة الداي. هل يجوز انه الانسان مثلا يذكر نص الاسم؟ لا والله، اذا فهم ضمنا يجوز، ماشي. يعني لو بدنا نعطيكم مثال، الناس اللي بيروحوا على الجنوب بيكونوا يشوفوا السيارات بيقولوا عدير، الكل بيقول عدير، وين طالع عدير؟ ولا بيقول عدير البلح كل واحد؟ بنجيب نص الاسم ويفهم ضمنا أكيد. وهنا لو قلتوا مثل إيثر أو إيثل إيثر المقصود في الداي مثل إيثر، ومثل بالمناسبة المثل سلفيت، كتير بتقروا اسم مثل سلفيت بيكون المقصود فيها داي مثل سلفيت اللي هي ماخذة الشكل اللي زي هيك، أس دبل بوند أو مثل مثل، فبنقول إحنا داي مثل سلفيت، وممكن تلاقوا ناس كتير اختصارا يقولوها مثل سلفيت، واضح؟ اذا لما يكون عندي المجموعتين زي بعض خلينا نقول داي مثل ايثر داي ايثل ايثر. لو هنا مثلا فينيل وفينيل، بتعرفوا الفينيل؟ اللي هي البنزينة، بنقول داي فينيل ايثر. لو هنا سي اتش دبل بوند سي اتش 2، هنا سي اتش دبل بوند سي اتش 2، شو بده يصير؟ او سي اتش دبل بوند سي اتش 2 CH2. هذا فينيل مش فينيل، فينيل داي فينيل ايثر، اوكي داي فينيل ايثر. طبعا اذا كانوا المجموعات مختلفات، مثلا انا مثل وانا CH2 CH3 ايثل، في هذه الحاله بدي اسميه انا
بذكر المجموعتين، ويفضل انه يكون الذكر الفابيتيكال مش بالطريقه المكتوبه، يعني نسميه ايثيل ميثيل ايثر، بنذكر ايش المجموعتين. او مثلا في المثال اللي هنا، هذه المجموعه سي اتش 2 سي ال اسمها كلوروميثيل، وهذه المجموعه سي اتش 3 سي اتش 2 ايثيل، فبصير كله كلوروميثيل ايثيل ايثر. واضح؟ الان لاحظوا التسميه بهذه الطريقه الكومون نيم بتفترض شغله، انه انا اكون بسهوله بعرف اسم المجموعه اللي هان واللي هان اللي هان واللي هان اللي هان اللي هان. مرات كثيره بتصعب الامور، يعني بمعنى انه انتم المجموعات اللي اخذتوها عدد قليل من المجموعات، يعني لو تتذكروا في الالكيل جروبس انتم اخذتوا الميثيل الايثيل البروبيل الايزوبروبيل التيرتشر بيوتيل الفينيل الفينيل الالل، مزبوط ولا لا؟ ما عدا ذلك السكندري بيوتيل، ما عدا ذلك ما اخذتوش مجموعات. وبناء على ذلك لو احدى المجموعات كانت كبيره ملهاش اسم بسيط، كيف بدي اسمي؟ يعني لما يجيني مثلا سي اتش 3 سي اتش واحط هنا سي ال واحط هنا سي اتش 2 واحط هنا سي اتش 3 ثانيه وبعدين احط هنا او سي اتش 3 واقول بدي اسمي هذا الايثر، هنا لاحظوا حتصير عندكم مشكله، انه هذه المجموعه سي اتش 3 معروفه اسمها مثل، طب وهذه مش من المجموعات اللي اخذناها واللي لها اسم، وبناء على ذلك اذا كانت احدى المجموعات ما لهاش اسم بسيط زي الاسماء اللي تو ذكرناها، المطلوب نحول على نظام ثاني في تسميه الايثرز. واضح؟ يعني بتصير المساله صعبه، ما بقدرش اسميه واعطي لهذه اسم مجموعه، هذه ما لها نهائيا اسم مجموعه. في هذه الحالة ايش اللي بنعمله؟ بنستعمل الايوباك سيستم اوف نومنكليتشر، بنستعمل النظام الايوباك للنومنكليتشر. الايوباك بيعامل الايثر زي ما كنا بالضبط نتعامل مع الالكينز. طبعا انا ما بفضلش نقعد نقرا كل هذا الكلام، لكن بامكاننا ناخذ تطبيق بسيط، بإمكاننا ناخذ تطبيق بسيط، بالتطبيق بتصير الأمور سهلة. تخيلوا مثلا أنا هي عندي الأو، وأنا عندي سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3، واضح إنه هذه الصفرة هي السلسلة الطويلة، وهذه الأو مع المثل السلسلة القصيرة. الآن لو أنا افترضت إنه أنا معطيكوا هذا الكلام وحطيت لكم هنا سي ال بدل الزرقاء، شو حتسموا المركب؟ 1 كلورو بروبين، مزبوط ولا لا؟ لو حاطط بي ار 1 برومو بروبين. الان انا مش حاطط هيك، حاطط المجموعه او سي اتش 3، الاو سي اتش 3 نفسها الها اسم، شو اسمها؟ ميثوكسي، ميثوكسي، مزبوط ولا لا؟ او ميثيل ميثوكسي، او ايثيل ايثوكسي، او فينيل فينوكسي، فينوكسي، واضح؟ الاو فينيل فينوكسي، الاو ميثيل ميثوكسي، الاو ايثيل ايثوكسي. وبناء على ذلك زي ما كنت اقول 1 كلورو بروبين بقول 1 ميثوكسي، صارت الميثوكسي كانها سبستيتيوان، والسلسله اللي عندي اللي هي اطول سلسله اللي هي سلسله ايش؟ البروبين. خلصنا. واضح؟ صارت أطول سلسلة عندي سلسلة البروبين، وهالبروبين عليه مجموعة الميثوكسي. الآن لو بدي أجي أطلع على هذا المركب، الآن هنا عندي كم كربونة؟ واحدة. هنا عندي كم كربونة؟ واحد اثنين. هدول الكربونتين شو عليهم سبستيتيوانتس؟ كلور على الذرة الأولى، وإيش كمان؟ وميثوكسي عليها تو سبستيتيوانتس. اذا هذا ايش حيصير المركب؟ 1 كلورو 1 ميثوكسي ايثين، صرت انسبه للايثين وصرت اعامل الاو ميثيل او الاو ايثيل او الاو فينيل وات ايفر كانها مجموعه، كانها مجموعه. الان مثلا هنا لاحظوا اطول سلسله 1 2 3 4 1 2 3، انا هي اللي بدي اختارها اللي فوق.
على موقع اثنين شو شابك فيها؟ بروبوكسي. يعني خلينا نأكد على المثال هذا مرة ثانية، انه عندكم سلسلة طويلة اللي هي البيوتين من موقع اثنين، في عندي سبستيتيوشن، فبناء على ذلك هذا المركب يصير 2 بروبوكسي بيوتين. الآن لاحظوا في الأمثلة الثلاثة يمكن اللي صرنا شارحينهم، المجموعة اللي هنا سهلة، ميثوكسي بروبوكسي. واحدة ممكن تتسأل طب تقول لو المجموعتين صاروا معقدين وصعبين، وقتها التسمية شوية بتصعب وبصير المجموعة هذه بتحطها بين قوسين وأفصل فيها. مثلا لو بدكم تطلعوا على هذا المركب اللي موجود عندنا، CH2CH2CH3، عندي أربع ذرات ومتصلين بالOH، والألكهول هنا بصير له أولوية، بمعنى أنه مركب بدي أنسبه لإيش؟ للألكهول، وهذا تضل مجموعة. أوكي، لما بدي أنسبه للألكهول هذا وان بيوتانول. المشكلة في الوان بيوتانول على موقع ثلاثة جاي عليه مجموعة، إذا بدي أقول 3 وأذكر اسم المجموعة. المجموعة هذه اسمها مش مباشر لأنها CH2CH2Cl، وبناء على ذلك كأني غير الترقيم اللي بدي أكون عامله هان 1 2 3 4، بدي أعمل ترقيم ثاني لهذه المجموعة، ممكن أقول 1 برايم 2 برايم. وبناء على ذلك هذه المجموعة لو انها لحالة بدي اسميها 2 برايم كلورو ايثوكسي. ممكن نحطها انا برايم بيكون افضل. لما يكون عندكم اكثر من نظام ترقيم في المركب ميزوهم، حطوا شرطة على واحد منهم. فانا عندي نظام ترقيم للسلسلة الطويلة وعندي نظام ترقيم للسلسلة القصيرة. هذه واضح انها ايثوكسي، بس على موقع 2 برايم ابتداء من الاكسجين شو اجى عندي؟ كلور، فصارت 2 برايم كلورو ايثوكسي، فالمركب كله بده يصير 3 2 برايم كلورو ايثوكسي 1 بيوتانول، لانه الكهول والالكولز بينتهوا باسم اول. واضح؟ والالكولز باسم اول. الان هل يا ترى في وحدة لها مزاج تسمي هذا المركب اللي هنا اللي رسمناه عشان نوضح لكم؟ مين بدها تتفضل؟ تفضلي. وين أطول سلسلة عندك؟ هنا؟ كويس، أقرب إشي على الأو وين؟ 1 2 3 4، ممكن نتخيلها زي هيك، او 1 2 3 4. الخلاصة انه السبستيتيوشنز اللي هنا على موقع 2 وعلى موقع 3، على موقع 2 شو في عندك؟ كلورو، وعلى موقع 3 ميثوكسي، والمركب كله بيوتين. إذا شو حتسمي هذا المركب؟ 2 كلورو 3 ميثوكسي بيوتين. 2 كلورو 3 ميثوكسي بيوتين. واضح؟ طبعا المركبات لا تنتهي، لكن أهم شيء أنه أنتم أخذتوا المبادئ العامة في التسمية، أنه في عندي كومون نومنكليتشر لما تكون المجموعات بسيطة وذات أسماء معروفة، وعندكم أيوبك نومنكليتشر إذا صارت المجموعات إشمالها معقدة وبطلت بسيطة. هذا بالنسبة لتسمية الإيثرز. الآن ناخذ لنا معلومة هيك ثقافية عن الإيثرز. الإيثرز ومشتقاتها هي من أوائل المركبات اللي استعملت كمواد مخدرة، وعشان هيك برضو لا ينصح مثلا أنه طالبة تكون تشتغل بإيثر
وتقعد تحرك مركب، والإيثر بتبخر جنبها من بيكر لمدة نص ساعة ساعة، وهي تشم إيثر إيثر إيثر، ممكن إنها إيش بشكل أو بآخر تدروخ أو تتخدر. فالدايإيثيل إيثر is the first general anesthetic، يعني استعمل كمادة مخدرة. الآن جزء من اللي بيستعملوه حتى في التطبيق مش الدايإيثيل إيثر نفسه، لكن مشتقات فيها هالوجينز، يعني أبدلت بعض الذرات بهالوجينز وماخذة هذه أسماء شهرة. يعني هنا مثلا عندكم فلور كلور فلور 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 كلور، واضح هذا اسمه بنثرين وهذا انثرين، ما بهمناش نحفظهم، لكن في النهاية هي عبارة عن مواد تستعمل في التخدير وفي الطب. اللي بده يتعامل مع الإيثرز حكينا عن خطرين لحتى الآن إلهم، وضايل الخطر الثالث. الخطر الأول إنهم they are flammable، بيشتعلوا بسرعة، بدهم حذر. الخطر الثاني إنه جزء منهم يعني have anesthetic properties، إلهم خواص مخدرة، وبالتالي الإنسان ما يحطش راسه جنب الإيثر وقاعد يشتغلوا إشي ممكن يشم كمية كبيرة منه. الخطر الثالث للإيثرز إنه كتير من الإيثرز اللي بتكون متروكة لفترات قديمة، يعني مخزن مثلا محطوط فيه الإيثر سنتين ثلاثة أربعة، راح الواحد طلب منه والله بوتل إيثر، جاب له بوتل إيثر، ممكن يكون عامل مواد متفجرة. يجي البني آدم يشتغل في الإيثر ما يسخنه شوية ولا يكبه مع الحركة يعمل فيه إيش؟ انفجار. ولذلك الإيثرز القديمة خطيرة، ممكن تكون عاملة إيش؟ مواد متفجرة. بتكون عاملة مواد متفجرة لأنها بتعمل أشياء من الأكسجين البسيط اللي في الجو وعلى المدى الزمن البعيد بنسميها إيش؟ بيروكسايدز. هذه البيروكسايدز هي المواد اللي بتسبب الانفجارات في الإيثرز، واللي الطلاب لازم يكونوا حذرين منها. يعني لو اشتغلتوا في المستقبل في مختبر طبي، في مختبر بايوكيمستري واتيفر، لما يجيكوا الإيثر بده يكون في بالكو انه ممكن يكون في مشكلة. الآن ممكن يكون في مشكلة ثقافيا، هذا الكلام ما بنفعش، كيف بدنا نكون احنا متأكدين ان هالمشكلة موجودة ولا لا؟ واذا موجودة بدنا ايش؟ بدنا نعالجها. اول اشي كيف بتكون البيروكسايد اللي هي المادة المتفجرة هذه؟ لو مثلا هذا الدايئيثيل ايثر وهو اكثر المواد استعمالا كسولفنت، ترك لفترة طويلة مع الاكسجين بيروح بيضيف لهنا او او اتش، هذا بيروكسايد. معنى بيروكسايد يعني في اكسجين زيادة، يعني مش او اتش، او او اتش، واضح؟ والتكرار دائما بيعلم الشطار ويفيد التأكيد، اللي بده يأكد أي جملة إيش بيعمل؟ بكرر. وهنا بنكرر الأكسجين كتير في الأحاديث النبوية، بيجي تكرار ولا لا؟ مثلا في الحديث اللي بيقول فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، مظبوط ولا لا؟ ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا في الحديث النبوي، التكرار مشهور كتير. لما بده قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، واضح؟ الله يعطيكم العافية من التعب اللي بتشوفوه. والله لو غير كل الحمل والولادة بس مشاكل المناهج الجديدة على الإميات، الله يعطيهم العافية، اللي عملت لنا إياها وزارة التربية والتعليم، واللي بيعلموا صغار بيعرفوا قديش الناس صاروا تعبانين بحياتهم من وراء مناهج التربية والتعليم اللي عندها الأطفال الصغار، واضح؟ بهمش، خليهم يسمعونا. يعني احنا اليوم بنجيب لكم معادلة اوزنوا لنا اياها، معادلة اكسدة واختزال،
من 70 طالبة يمكن 15 بجاوبوا لنا اياها صح. وانا لو سالتكم هالموضوع وزن المعادلات الاكسده والاختزال، موضوع سهل ولا صعب؟ جزء كبير منكم حيقول صعب. الان لما بيجوا بحطوا هذه المعادله للصف التاسع وبطلبوا منهم انهم يوزنوها، وحتى الامثله اللي بحطوا لهم اياها في الكتاب مش سهله، واكثر من مدرس ومدرسه شفتهم عاملينها غلط او مش عارفين يعملوها، وعاندين وزاره التربيه والتعليم لدرجه انا مره بعثت لهم رساله اذا الطالب بيوزن معادله اكسده واختزال في ثالثه اعدادي حياخذ جائزه نوبل في الكيمياء باولى ثانوي، وما زال الموضوع موجود. غصب عنهم الطلاب في الاخر صفي عندنا 15% علمي ولا 20%، وباقي الطلاب كله أدبي وما حدش راضي يدخل الكليات العلمية. مزبوط ولا لا؟ لأنهم كرهوا الناس في العلم. اللي جابنا على هالكلام كله التأكيد والمناهج. إذا هذا أكسايد ولا بيروكسايد؟ في كم أكسجين؟ في أكسجين زيادة. الآن هذا البيروكسايد إذا تكون بكمية كبيرة، يعني الإيثر انترك لفترة طويلة وأخذ فترته ومفتوح البتل شوية ودخل أكسجين، بصير عبارة عن مادة صلبة موجودة بشوفها الإنسان بعينيه. فإذا شفته في أي بتل إيثر مادة صلبة ارموه ما تستعملوهش، رجعوا للفني ولا للشركة يتخلصوا منه بطريقتهم، يعني ملوش علاج. معنى ذلك كمية كبيرة منه اتحولت إلى بيروكسايد ويمثل خطورة كبيرة. الآن ممكن تكون كمية صغيرة تحولت لبيروكسايد وذائبة في الإيثر، يعني أنا أشوفه صافي لكن هو حقيقة في كمية صغيرة دايبة فيه، واضح؟ بهذه الحالة بعمل له فحص، يعني اللي بدي أعمل له فحص هو اللي بيكون كلير سوليوشن، أما اللي فيه المادة الصلبة خلص ما بلزمش نعمل له فحص، بلزم نعمل له فحص؟ لا. واضح؟ خلص بنرجعه. الآن اللي فيه المادة ذائبة ايش بيعملوا؟ بيضيفوا عليه FeSO4 فيروسولفيت. لأنه هذا أوكسيدايزنج إيجنت بيعمل أكسدة للـ Fe2+ هنا بتصير Fe3+. ما هذا فيه أكسجين زيادة عامل مؤكسد، البيروكسايدز they are oxidizing agent، فلما احط Fe2+ وعليها عامل مؤكسد بتتم عملية أكسدة. التأكسد هو ايش تعريفه؟ هاي هنا الحديد ايش صيغته؟ Fe2+ التأكسد فقد الكترونات، فقد الكترون صار Fe3+، إذا صارت له عملية أكسدة. ال Fe3+ أخذته تيست إله، كيف نفحصه؟ بنضيف عليه الـ SCN- بيعطينا اللون الأحمر الدموي الـ Red Color. واضح؟ إذا أنا بضيف FeSO4 على الإيثر اللي بيكون كلير، بحركه شوية وبحط بعدين فوقه SCN-. إذا أعطاني لون أحمر إذا في عندي Fe3+. طب من وين إجا الـ Fe3+؟ من Fe2+. شو اللي أكسد الـ Fe2+ لـ Fe3+؟ البيروكسايد. إذا أنا شفت اللون الأحمر معنى ذلك في عندي بيروكسايد. واضح؟ واعتمادا على غمق اللون أنا بقدر أقول إنه البيروكسايد اللي عندي كتير ولا قليل. الآن طالما الإيثر كلير سوليوشن مش مرسب المادة كمادة صلبة، ممكن إن أعمل له معالجة. إيش المعالجة اللي بعملها؟ بصير أضيف عليه كميات أكبر من الـ FeSO4. فهو لما بيشتغل كعامل مؤكسد بشيل إيش؟ بشيل هذا الأكسجين وبرجع لإيثر عادي. واضح؟ فبعمل له شيكينج إضافي بكمية أكبر من الـ FeSO4 وبرد بعمل فحص لحد ما في النهاية أبطل أشوف اللون الأحمر. بكون تخلصت من كل البيروكسايد. طبعا لما احنا نعمل شيكينج بيكون هذا محلول مائي وهذا محلول إيثر، يعني ما بيخلطوش مع بعض. شيكينج بهدوء
مش بقوة كبيرة، والمية بنفصلها بما حاوت مرتين ثلاثة، بنعود نفحص الإيثر بنلاقيه رجع إيثر عادي، وبذلك بنتخلص إحنا من قصة اللي هي خطر الأف البيروكسايد أو خطر الانفجار. إذن دائما وأنتم بتتعاملوا مع الإيثرز حطوا في بالكم ثلاث مخاطر: فليمابل، أنستيتيك بروبرتيز إله، الشغلة الثانية كان فورم اكسبلوسيف بيروكسايدز، ممكن يعمل بيروكسايدز والبيروكسايدز هذه لا سمح الله انفجر. واضح؟ بعد ما صار عندي ايثر جاهز تماما ان انا استعمله كسولفنت، من اشهر استعمالات الايثرز كسولفنت بيستعملوه بتفاعل شهير اسمه جرين يارد رياكشن، بنحضر من خلاله جرين يارد رياجنت. وهذا جرين يارد تفاعل اللي عمله أخذ عليه جائزة نوبل في الكيمياء يمكن بال 1911 تماما قبل 100 سنة، عشان تشوفوا قديش العالم كان بيشتغل ومتطور في الكيمياء. الآن إيش هو تفاعل جرين يارد رياكشن؟ هذا تفاعل جرين يارد رياكشن، لو أنا أخذت IRX أو حتى ARX وفعلتها مع بودرة مغنيسيوم، واضح؟ الـ RX الكيلهيلايد أو ARX، يعني هنا يجوز أنه تكون RX أو ARX، وفعلتها مع بودرة مغنيسيوم، الشرط في وجود دراي إيثر، يعني إيثر ما فيش في قلبه مية، بنمرره على عوامل مجففة، بيعطيني هذا المركب RMGX. هذا المركب الـ RMGX هو اللي بنسميه إحنا جرين يارد ريجنت، متفاعل جرين يارد. واضح؟ طيب ايش فايدته هذا متفاعل جرين يارد؟ متفاعل جرين يارد يمثل بالنسبه لنا مصدر لمجموعه الار مع ازواج الالكترونات تبعها، يعني بتصير الار مع ازواج الالكترونات من وين بقدر احصل عليها؟ من جرين يارد. لاحظوا هاي فائده جرين يارد، انه انا لما بدي ار مع ازواج الالكترونات تبعتها بحصل عليها من الجرين يارد ريجنت. طبعا لو انتم بدكم تيجوا تطلعوا انا بديت بايش؟ بار اكس. لو بدي اجي اطلع على الار اكس، مين اللي كانت مور الكترونيجاتيف وتاخذ ازواج الالكترونات؟ الاكس. بمعنى لو انا بدي افاعل بس الار اكس، حتيجي الاكس تاخذ ازواج الالكترونات ويتكون عندي ار بلس، وهذا شفتوه بتفاعل السبستيتيوشن اللي هو الكاربوكاتيون. بينما انا هنا بحاجه الى الار مع الالكترونات، اشبه ما تكون بكارب انايون، هي ما بتكونش منفصله لكن في لحظه التفاعل بتعطيني ار مع ازواج الالكترونات، فكأنه هنا خلينا نقول يعني سيميلر، يعني شبيهة تو ايش؟ كارب انايون، يعني كأنه كربون وعليه شحنة سالبة. هو ما بيكونش المركب ايوني، بيكون موليكيولر وبيعطيني الار، وهذه لها تطبيقات كثيرة، حناخد كذا تطبيق، يعني حناخد تفاعلها مع الالديهايدز، مع الايسترز، مع اشياء تانية، لكن الان لحظيا خلينا بس نتعرف عليه هذه كمتفاعل. طيب ايش دخل الايثر في الموضوع؟ الايثر هو السولفنت اللي بيتم فيه التفاعل، فبيكون عامل نوع من الاستابيلايزيشن لهذه، بمعنى بيكون محوطها من فوق ومن تحت بس، يعني هو السولفنت يساعد على تكوينها. لكن انا الريجنت اللي عندي هو الـ RMGX. من الـ RMGX اللي مهتم أنا فيه كيميائياً الـ R مع إلكتروناتها. فكأنه في النهاية لو بدي أجي أسألكم سؤال بسيط، لو قلت لكم جرين يارد ريجنت بالمجمل يمثل لي إلكتروفايل ولا نيوكليوفايل؟ نيوكليوفايل. واضح؟ يعني كأنه صار عندي كـ
كاربون نيوكليوفايل. هاي فائدة الجرين يارد ريجنت، وهذه فائدة كبيرة جدا طبعا، لأنه يمثل نيوكليوفايل، لأنه يمثل نيوكليوفايل وفي الكترونات، وين ما بيلاقي اشي موجب بده يتفاعل معه. مش هو السالب؟ اذا السالب وين ما بيلاقي موجب بده يتفاعل معه. يعني لو مثلا حطيت مية او ايثانول او حامض او امين، كل هدول فيهم ايش القاسم المشترك بينهم؟ الاتش بلس، بروح بياخذ مباشرة منهم اتش بلس وبيعطيني ار اتش، لانه هو سالب وبيبحث عن الموجب. طبعا هل يا ترى هذا يعتبر تفاعل؟ هو تفاعل لكنه تفاعل غير مرغوب، لانه انا الار هذه لازماني لامور اخرى. الان تيجي طالبة تشتغل بفلاسك يكون في شوية مية وغيره وغيراته، وحضرت الار ام جي اكس ولازماني لامور اخرى، والفلاسك تبعها في مية، بتروح الار بتاخذ اتش وصارت ار اتش. هو انا ناقصني ار اتش؟ انا ناقصني الكين؟ انا بحضر الجرين يارد عشان في الاخر بدي احضر منه الكين، ولا لازمني لتفاعلات تانية؟ لازم لي تفاعلات تانية. ولذلك الشرط هنا ايش يكون؟ هذا الدراي ايثر، ما فيش فيه اي مصدر للاتش بلس، فكأننا بنقول انه المية بتخرب متفاعل جرين يارد. المية والإيثانول والحامض كل إشي في اتش بلس. حتى لو أخذنا الماء الثقيل الدي 2 او معه حيعطيني ار دي. إذا أنا مهتم أحضر ار دي على العين والراس بيكون تفاعل، إذا مش مهتم معنى ذلك يا إيش بتعمل؟ بس بتخرب. إذا أنا مهتم أحضر ار اتش على العين والراس، لكن إذا أنا مش مهتم إن أحضر ار اتش معنى ذلك المية هنا بس بتخرب علينا. واضح؟ بس بتخرب علينا. خلينا ناخذ مثال. لو مثلا قلنا لكم كيف بدكم تحضروا هذا المركب اللي هو الايزو بروبيل جروب اللي متصله بالديوتيريوم، الديوتيريوم نظير الهيدروجين، حتيجوا تفكروا انه هذا من وين بده يكون اجى الديوتيريوم؟ بده يجي من جرين يارد رياكشن، يعني كانه الخطوه السابقه بده يكون عندنا هذا المتفاعل مع ام جي، نفترض بي ار، انفاعله مع دي 2 او شو بيعطينا بدل الام جي بي ار؟ ديوتيريوم. لو فعلنا مع اتش 2 او شو بده يعطينا بدالها؟ اتش. لاحظوا اللي طلعت عندي الام جي اكس، فعلته مع مية بيعطيني بدالها اتش، فعلته مع دي 2 او بيعطيني بدالها دي. بناء على ذلك لو انا كان عندي مركب البروم وعملت منه جرين يارد نمرة واحد ونمرة اثنين ضفت دي 2 او، بحول المحكال البروم الى دي، بس كأنه انا ماشي بخطوتين، هاي نمرة واحد وهاي نمرة اثنين. نمرة واحد نحول البرومو كومباوند، البرومو كومباوند الى جرين يارد، نمره اثنين لجرين يارد انفعله مع دي 2 او بيجي مكانه ديوتيريوم. اذا لو انا قلت لكم من الايزو بروبيل برومايد بدي مركب لديوتيريوم، بدنا نمشي كم خطوه؟ واحده تنتين. طيب لو ما اعطيتكوش الايزو بروبيل برومايد، لو رجعت فيكم خطوه لورا اراجع السينثيسز اللي تعلمتوه، قلت لكم بدي من البروبين بنضيف اتش بي ار في وجود الاتش بلس، بحول اتش وبي ار صار عندي هذا، وبنكمل. اذا زدنا بس ايش؟ خطوه. لو كان عندي هنا الالكوهول، هذه مش الكوهول، ايزوبروبيل الكوهول، وقلت لكم من الايزوبروبيل الكوهول سؤال في الامتحان هاو كان يو بريبير this compound starting from isopropyl alcohol. انتوا حتيجوا ترجعوا برجوع لورا بتعملوا اشي بنسميه retrosynthesis، بتقولوا هذه الدي كانت ام جي بي ار، الام جي بي ار كانت بي ار، انا ما عنديش بي ار، انا عندي او اتش، هل تعلمنا طريقة نحول فيها الاو اتش الى بي ار؟
اكيد كنا نفاعل مع البي بي ار 3 او الاتش بي ار في تفاعلات الالكوهولز لما اخذنا رياكشن اوف الكوهولز ويز اتش بي ار اور بي بي ار 3. هنا الاتش بي ار بيمشي والبي بي ار 3 بيمشي، واضح؟ لو كنا بدنا نحولها للسي ال بينفع الاتش سي ال؟ الالكوهول بيتحول بسهوله باستعمال الاتش سي ال ولا لازم استعمل ريجنت ثاني؟ يا بتستعمل بي سي ال 3 يا ثيونيل كلورايد. اتذكروا اخر محاضره قلنا الالكل الالكوهولز لما تحولها لالكل هيلايدز كنا بنستعمل بي اكس 3 او ثيونيل كلورايد. اين ذاكرتكم؟ على اي حال بنقف عند هذا الموضع، وان شاء الله المحاضره الجايه بنحكي في البريباريشن اوف ايثرز اند ذير رياكشنز. في اي حد